السلام عليكم، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. ساعات ناكلوا حاجه في ريستوران ولا في قهوه ومتخيلوا اللي هي قدينها في الدار صعيب ياسر، حتى كي نحاولوا نعملوها مش باش تعطينا نفس النتيجه، وقت اللي هي في الحقيقه بالعكس كيف نجربوها نلقاو اللي هي سهله على الاخر، ولا تاخذ برشا وقت ولا برشا مكونات، ونتحصلوا على شكل ونكهه روعه. اليوم الوصفه نتاعنا ان شاء الله الفوندون او شوكولا. نبدأ بالمكونات والمقادير. تكفي الأربع أشخاص، أربع كعبات فوندون متوسطين. أول حاجة شوكولاتة، 115 غرام شوكولاتة نبرشوها ولا قصوة الفيت صغار، 115 غرام زبدة، 3 عظمات، 3 بيضات متوسطين ولا كبار، 90 غرام سكر ولا 5 مغارف كبار، ساشي فانيليا، و 30 غرام فارينة ومغارفة صغيرة قهوة نسكافيه. اول حاجه نعملوها نحطوا الزبده نذوبوها في بان ماري ولا نذوبوها في الميكروويف حكاية 30 ثانيه، ما نسخنوهاش برشا الزبده. من بعد كنصبوا عليها الشوكولاته ونقعدوا نحركوا حتى تكشلي تذوب الشوكولاته. كان ما ذابتش، كان الزبده مش سخونه برشا، ما نحطوش، نحاولوا ما نحطوش الشوكولاته في الميكروويف خاطر تخوف الشوكولاته في الميكروويف. نحطوها على بان ماري تذوب، ما تهميش مشكله. كين الزبدة مع تصابة سخونة بالقداء تذوب الشوكولاتة في صحة. بعد ما كملنا ذوبنا الشوكولاتة نحطوها على جهة ونبدأ نحطوا 3 كعبات عظم، نحطوا عليهم السكر فانيليا والسكر متاعنا ونحطوا ونركضوهم. نركضوهم بالمضرب الالكتروني ولا حتى بيدينا مش مشكله، ونزيدوا زيد نحطوا عليهم اللي يحب نكهه القهوه مع الشوكولاته، ما نعرفش انا تعجبني، ظهروا لي مع بعضهم يجيو بنين. نحط ديما شوكولاته كي نبدا رسيت نتاع 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 شوكولاته نحط قهوه. وبالنسبه للسكر اللي ما يحبهش انا على خاطر باش نعملها معناتها بالشوكولا نوار، اللي باش يعمل بالشوكولا بالحليب ما يحطش برشا سكر على خاطر الشوكولاته بالحليب ديما فيها اكثر سكر، تبدا احلى. الشوكولا نوار اقل سكر ديما فيها، هذاك علاش زدت شويه سكر. تنجموا تستكفيوا معناتها باربع مغارف سكر اكاها. بعد ما نكملوا نركضوا العظام والسكر الفاني مع بعضهم بالقدا حتى اللي نشوفوا هكا الرغوه هذيك، نزيدوا الفارينه ونخلطوهم الكل بالقدا حتى اللي تمتزج مع الفارينه مع السكر ومع العظام بالقدا. بعد ما خلطنا الفارينة مع السكر والعظم مع الخليط الأولاني، توي كتزيدوا الشوكولاتة الذايبة في الزبدة ونخلقوهم بالقدا، نخلطوهم ما نخلطوش برشا معناتها جوس باش يتمازج الخليط مع بعضه وكها، معناتها ما نحركوش بسرعة معناتها ولا بالباتر الكتريك. هكا هاو كملنا خلطنا المكونات الكل مع بعضها، هكي القوام نتاعها يجي خفيف، ما تجيش عاقدة كيما الكيك العادي، تجي خفيف كيما قاعدين نشوفوا فيها. وتويكا ناخذوا ليمون نتاعنا، انا اخترت باش نحطهم في صحيفات هذوما صغار، باهين مش خايبين، يرفعوا 125 مليليتر وتنجموا تحطوها في اي مول اخر، معناتها كل واحد شنو يحبش يحب يحط. هذوما نجم تحطهم في الفور، من النوع اللي تنجم تحط في الفور، فما انواع اللي ما تتحطش. ندهنوهم بالزبده، ومن بعد ما ندهنوا بالزبده نرشوا عليهم شويه كاكاو باش هكاكا بعد كما يلصقش الكيك فيها وما نجموش نهبطوه، خاطر كان يلصق نجمش تهبطو مشكلة باش تفسد الحكاية الكل.
بعد ما كملنا دهننا الليمون بالزبده ورشينا عليهم الكاكاو ونحطوهم في الطبق نتاع الفور، ونبداو نصبوا الخليط نتاعنا في وسطو وما نعبيوش للاخر. هو صحيح ما فيهوش خميره، اما باش يتنفخ شويه على خاطر فيه عظم، معناتها باش يطلع شويه نخليه شويه سباس نتاع لي باش يتزيد فيه الكيك باش يطلع شويه. انا ما نعبيوش الكل وما نحطوش زاده للشطر، معناتها هكا كيما قاعدين نشوفوا نخليه شويه برك حكيت صباع هكا قدر صباع، ما نعبيوش للفم. من بعد ما كملت صبيت الخليط حطيت طويبة شوكولاتة، شوكولاتة بالحليب، هذه من الشوكولا نوار اللي خدمت بها من الأول، وتنجم تستغنى على المرحلة هذه، تنجم تحط إذا تحب أكثر شوكولاتة معناها من بعد تبدأ ذايبة، إذا ما تحبش مش مشكل. ولحظة صغيرة برك بخصوص القوام تاع الخليط، حسيتوه ولا خاطر شوية على خاطر الزبدة شدت روحها مع الطقس بارد في الوقت اللي أنا حضرت فيه ليمون. وتو ندخلو الفور، يبدو مسخنينه من قبل على درجة حرارة 200 درجة ونخليوه لمدة 15 دقيقة، والكيك متاعنا ساي حضر، الفوندو متاعنا حضر. بالنسبة للوقت انتي والكبر متاع المول، كان مول اكبر تنجم تخليه حتى اكثر من 15 دقيقة، كان اصغر تنجم تخليه اقل من 10 ل 12 دقيقة. وتوا مرحلة التقديم، هو يتقدم سخون الفوندو باش تقعد داك الشوكولاتة دايبة، خاطر كان يبرد تتلم الشوكولاتة تعقد شوية، ذيك علاش انا ديجا شدته بالبابي، وتشوفوا فيه غامق راه ماهوش محروق، هذيك على خاطر الكاكاو اللي رشيته من في الليمون من داخل، اللون نتاعو قاعد اغمق هكاك من برا. نرشوا عليه شويه سكر محور ونحطوا نقصوا فريز كيما عملتنا ولا اي طريقه اللي تحبوا عليها نتوما، كل واحد شنو يخير باش يعمل. ونحطوا معها هو التقديم نتاعو في العاده الطريقه الكلاسيكيه معناتها نتاعو يتقدم مع الفريز ومع الجلاس فاني. انا لما حطيت معاه جلاس مش فاني بركه، حطيت جلاس فريز وفاني، ما دام عندي جلاس فريز وفاني، وبصراحه محليها النكهه اللي اعطاها الشوكولاته مع الجلاس، الشوكولاته وهي سخونه، الكيك وهو سخون مع الجلاس، معنتها نكهة بنينة بنينة برشا، تحس النكهة معنتها متناغمة مع بعضها، كأنه الشوكولاتة مع الكالجلاس كالفاني والفريز كلهم مع بعضهم، معنتها تحسهم مخلوقين لبعضهم، معناها بنين برشا. الوصفه نتاعنا وفات اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم ونشجعكم ننصحكم باش تجربوها على خاطر بنينه برشا وسهله برشا بصراحه. تمام، بقيكم على خير، ان شاء الله نرجعكم في وصفه اخرى. باي باي.